السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هوكيت. الحين دخلنا لعبة تيشو. تيشو شنو تيشو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هوكيت. الحين دخلنا لعبة تنشو الجزء الثالث اللي نزل على بلايستيشن 2. هذه راح تكون سلسلة بالقناة، بس ما أدري هل بكمل فيها أو لا، فاكتب بالتعليقات إذا بكمل فيها. يعني إذا حبيت اللعبة، اللعبة عجيبة حيل على خبري على أيام قبل، أحبها حيل. ولعبة نينجا هي، فبشوف إنه هو في شخصيتين، يعني شخصية اليسار هو الرجال ريكاماري، وفي شخصية البنت اللي هي إيمي ما أدري إيش اسمها. المهم، وحين بجرب معاكم في الحلقة هذه أو بالمقطع هذا بلعب معاكم بأول مرحلة من ريكاماري، وبعدين أفكر يمكن ألعب هذه أو لا، أو يمكن أخلي حلقة هني وحلقة هني، لأنه كلهم متصلين نفس القصة على ما أذكر قبل، بس أحداث غير تصير عنده وأحداث غير تصير عنده. فببدأ بريكاماري، خلينا نشوف معانا البطل النينجا ستر. أوه، بدينا اللعبة. طبعا خلينا نجرب التحكم بس شوي، المشي البطيء في الركض، يا سلام قفز حركات. أنا الحين حاط الوضوح على أعلى شيء ممكن تشوفونه، يعني حتى بسجتوه ما كان وضوحه كذي، فيعني هذا أحلى وضوح ممكن تشوفونه باللعبة، يعني أتوقع لأنه خلاص. وتقول شلون حملت اللعبة يا هوك، شلون سويت، شلون لعبت، شلون هذا. بحط لكم بالدسكريبشن رابط برنامج اللي هو محاكيات، قبل سويت عنه مقطع، بحطه كلكه وشوفوا عاد انتوا عشان تعرفون شلون يعني بدينا اللعبة أو شلون لعبنا. طيب خلينا نشوف وش اتجاه هني. طبعا احنا بالادغال مثل ما تشوفون، بطل النينجا ما يتمشى الا بالادغال. حلو. اوه شلال، الله لا لا، الجرافيكس خطير على بلايستيشن 2 كذي. الوضوح انتو حن ناقدين عليه ادري، بس يعني هذا على بلايستيشن 2 اول جزء على بلايستيشن 2. يا سلام، يقولون الطائر وين جاب نطته. كنا نسوى حركات نينجا. الحين بدينا، الحين اول شيء المهمات. الحين ما اقدر اخلص لان المهمه فيها ثلاث خانات، يعني واحد اثنين ثلاثة أو ثلاث مراحل، يعني بشوف المهمة الحين الأولى شكلها صعبة شوي. يلا ما عليه. طيب الحين قبل بداية المهمة لازم تختار أدواتك المهمة عشان تبدأ فيها، يعني مثل الدورات الشريوكن، هذا أنا أحبها ودايم يعني أحط الثنتين ثلاث منها لأنها حلوة. وهذه الطاقة فيمكن أحتاجها يمكن لا ما أدري، وهذه اللي هي مسامير عشان تعيق الحركة شوي، وهذا عشان بالماء بتطالع. فهذا شنو الشيء عشان تسحب الاعداء عندك، فهذه الاشياء اللي اتوقع احتاجها. الشريوكن بس ونبدا المهمه، خلينا نشوف معانا. طيب بدينا المهمه. الحين مثل ما تشوفون هذيك المره اذا قربت منها راح تصيدني، فانا لازم اصير مثل النينجا، شلون انه يكتب خفاء يخلص مهمته بدون احد يدري عنها. فالادوات راح استعملها اللي هو هذا، تشوفون اللي يصعد للبيوت، هذا شيء مهم حيل. هذاك في واحد الحين حارس، فلازم شلون اذبحه بطريقه معينه. يا سلام، ايوه. طيب راح اذبحه بطريقه خفيه على طول، قطع انحر رقبته. حلو، هذا الحارس وخلصت عليه. في شيء هني اتوقع ماضي. اها اه، هذول معلين جوهم. حد يوريك ان المفتاح جنبهم، والقفل هذا لازم تفتح فيه المفتاح. حلو. في ادوات هنا اللي هي هذه الطاقه، يا سلام. وهذه اتوقع قنبله على حد علمي، يعني ما اذكر، نشوف شنو حلها. حلو. طيب نروح هني، نروح هني، دايم النينجا لو انا احب العب فيه اني اصعد فوق الاماكن هذه، يعني الاماكن هي تضمن لك شوي يعني تخفي حركات. خلينا نشوف نتجه شني شوي. اها، في واحد هناك مثل ما تشوفون، وفي في شنو بعد،
لا في سنسر قريب مني اللي هو 20-25 اللي على اللي تحت يسار. اي قرب هني هني ايوه هذا. طيب نذبح بطريقة بدون لا يدري عنا. يا سلام عطا خلص. اوه هذا السهم والله. يا سلام هذا استعمل يعني حق الطق يعني مثلا، بس احب سيفي احسن. طيب في سنسر هنا قريب. اوه شوف الكلب ذاك مصيبة. وين دواري؟ يا سلام على طول. اتوقع ودي اتجه المكان هذاك او اني اذبح الكلب بطريقة معه. يعني المصيبة ان الكلب ممكن يعم علي اسرع ما يمكن، بس شلون اذبحه ما ادري. ايه شراك استعمل في الشوريوكن. ايوه ذبحته. يا السلام على الشوريوكن. ايوه الحين المكان اللي فوق اللي كنتكم عنه اللي هو هذاك، نشوف شلون نتجه. يا السلام هذا هو. الله 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 بغى يصيدني. اوه طيب شنو عنده؟ عنده اسهم. يا سلام في سنسر بعد تحت 50. يا سلام ما ارحم. هذا هو الباب اللي طالبينه. اوه في حد صادني ولا شيء؟ لا بس ما حد صادني. طيب هذا هو الباب. نروح طريق هذا. لا تسمع ضحكاتهم. هذولهم. طيب راح استعمل معهم القنبلة. باقي واحد 16%. لازم نخش. ضيعوني. بغى يصيدني. وال عشان هذا بس ولك تكفى. خلاص نينجا. ول شلون صح ذبحت الواحد. تعال ظهري تطحني انت. ايوه هذول الثلاثه اخذت المفتاح. طريقه حلوه وسريعه يعني. طيب الحين بدي افتح الباب بطريقه سهله صح؟ في طريق هنا خلينا نشوفها. ها هذه شنو ما ادري. كوره زين عليها. انا تشوفوني ليش قاعد اخلص بسرعه؟ عشان انا اتذكر ان المراحل طوال فشي ما بخلي مقطع طويل حقكم عشان تاخذون راحتكم يعني وتطلعون المقطع تقولون الله شو اللعبه الحلوه هذه، اللعبه القديمه كذي الايام قبل. يا سلام عشان افهم. ايوه يا سلام. اوه 50%. وال ولك السنسر ينقذ اللي تحت. شوف 75%. يا سلام اها هذا مصيبة ترى لو طقيت فيه ترى يلعب لعب. 50%.
ايوه اتجاه صحيح صح 60%. لا وينه؟ في احد هنا ترى. لحظة الشاشة هاي كاهو شلون تحل هذا؟ المشكلة يبلا ينزل. اوه صابن صابن صابن. ايوه تعال حبيب امك تعال. يا سلام مع سهم اتوقع. السهام دايما مو حلوين يعني يعطونك اسهم ولسهم حلو كذا. طيب الحين ترى في ناس لا تطمن واجد يعني شكله هنا. اوه شو المصيبة هذي؟ هذا مو زين تصيدنا هذي. طير طير طير. واو صبت صبت. بغت صيدري. اخر اخر لا 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 تكفين تكفين لا تصدين. لا اوه ولك على شعره بغت صيدري. خلاص زين عدينا المكان. طيب حلو حلو شو هاي تبغى. السلام بسرعة بغي يصيدني. ايوه ايوه على ظهره ما ارحم. اعرف ان هذه هي كلمتي. اوبا وصلني. بس واحد ولا اثنين متأكد. بس هذا من اقوى حراس اتوقع اللي معاه. لا السلام ذبح على طول. اوه هذا العيش انا اوريك شوية. هذا تاكله تزيد طاقتك. طاقتك شوي ناقصة يعني. تعطيني روحك. طيب اتوقع في واحد كان هني يعني لو اذبحه خلص عليه. السلام مكان في واحد هني ولا كاهو على طول. اوه عصب. يا سلام الحين خلاص النينجا الحين عصب. شنو صار؟ صار يقول كانت انمي كان بو انه زاد طقاته. كان بريس بول ادليفت يطق طقاته اكثر صار ما ادري شلون بطريقه شيء معينه. طيب حلوه
الحين في شيء هني؟ لا. طيب الحين اتوقع هني نوصل ولا لا؟ في احد هني قريب عندي. ايوه بتقرب. اها هذا اح في اشوك. اذبح اذبح اذبح. في اشواك كان هناك عشان كذي تشوفون الشوك فوقه. واو لازم لازم اذبح لازم اذبح لازم اذبح. ايوه ما ارحم ما ارحم. طيب اتوقع خلصنا. ايوه هذا هو المكان. اوه في احد هنا. شلون ابحث؟ يا سلام ما هذا طريقة النينجا شلون يفوز؟ هذا نطشرهم كلهم. غريبة. اوه في ناس والله قجاء اقراب. مبنى كبير هذا. اوه طول. حلو بس بوخر شيء هذا. راح في واحد نايم. اي اذبحه. كان في واحد نايم والله. حلوين حلوين. قطوة بدي اذبحها بس يعني في شيء هني. هذيك يا سلام. هذه مالت النينجا. اوه طيب اخيرا. Look at what the cat dragged in. ستر يقدم. ذكرته يقدم. هذا مصيبة هذا. يا ابو الهياط. اوه لا لا عطى انت شك كبير كذا. انا استعمل لك هذا. ايوه قفل الخانية. يا السلام علي. فلاي بيبي راح 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 لما واحد غيري اعطيه شربه بس انت. خوش قاعد والله. هو انا اتذكره قبل كنت مدري ليش خسر عنده قبل كنت صغير يعني. اوب 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 لا لا لا. اوه زين 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 ترى مشيت معاي. واح في واحد نايم. عط عليه ناك يا حبيبي. ايوه طاقة حلوة. سلام. لا في قطوة. صادم صادم صادم.
تصيب القطة هذه. خلاص خلاص طلع. وينك؟ لا 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 اذبح 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 عطى عطى. ايوه حلو حلو مات سريع. المفروض ادخل من هني يعني. ليش صندوق هني؟ اها انا صدق. يا سلام في هني؟ لا دي فوق. ايوه ايش هني؟ لا اها صدت قاعد تصيد الاماكن بسرعه. زين زين قاعد امشي امشي بسرعه. يا سلام اوه في واحد هني شلون. اه ها ذابحه. لا لحظه بدت توه هجم هني في طريق. طيب ما في سكت. طير منه. اه قا في طريق شو ما صرت. قول اوه زخه شلته. السلام هذا اسمه قدرة النينجا. خيته قطعت في الارض شلون ما ادري. السلام اوه ذبحته سريع. زين طقيت مربع بغى يصيده. شي هني يعني. ايوه وصلت. You wrench daughters from their parents when they can't meet your outrageous loan payments. Then you sell the girls into slavery and grow rich from your disgusting trade. How did you get here? Come on! Come on! تعرف منه يا عمي ما يمشي معي أحد هني. قاعد تلع أنا جاي أذبحكم كلكم. ماشي. أوه. لحظة لحظة لحظة. سلام واحد مات. يا سلام اوه طاقت 400 مات. خلنا ناكل. يا انطر انطر وه حذف له شيء هني. افا اوه يا خاين قال بليز لا تقتلني. طقني ماشي ما ذابحك انا. قال اعطيك هذا. الله تخسي. ايش تعطيني؟ ول هذاك خلاص ما يخف معاك. اوه يا خسيس ما؟ اوه
طقه عطى 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 الماي. الله. Who else is in on your scam? What about that? Don't kill me. A man. مو وجه رحمة. On the inside. A traitor. Who? He wears glasses. Name's Hamada. It was all his idea. Hamada? I'll tell you everything. Just please, please spare me my life. Oh. لا 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 من هذا؟ No, it can't be. But he should be dead. منو؟ قال مفروض إنه هو ميت. بس شلون؟ Ricky Mama. Ricky Mama, the one who destroyed Mayor's armor. So, survive. This will be interesting. Another pawn to play with. The more, the merrier. طيب هذه سكوراتي بالش اسمه. أوه خدت جراند ماستر اللي هو معلم أو واحد يعني بطل يعني. خلينا نقول لكم واحد بطل باللعبة. اللي هو ذبحت 18 واحد خدت 300 سكور. نورمال كل ذبحت 9 ذبحت زيادة. حركات يعني سويت لي اكشنات والله بطل انا. كم اخذت من الوقت؟ 19 دقيقة يعني 20 دقيقة الا. يا الله حلو حلو. اتوقع بكمل يعني بالبنت الحين لانها قصتها تشبه قصة ابل بس احداث ثانية. بشوف اذا تبون اكمل كمل واذا ما تبون يعني اكمل هم ما اكمل بس يعني اترككم اراكم بالتعليقات وشاركم باللعبة وكل الكلام هذا حلو. يلا والسلام خير وختام.